السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا فاتحين دلوقتي ملف فاضي على الـ IFC Builder. تقدر تيجي هنا وتختار انت روف او جراوند الادوار اللي موجودة، تمام. طيب ممكن اقول له مثلا عايز دلوقتي ابدأ ارسم وول، تمام. طيب هنا مش مديني اي حاجة خالص، اقول له انا عايز ارسم مثلا على الجراوند، هتلاقي الامور كلها بدأت تتفعل معايا. اقول له external wall، بيقول لي اختار بقى مقاس جديد او ريفرنس جديد، هقول له مثلا 1، اوكي اكسبت اكسبت، وابدا ارسم الحيطه بتاعتي بالشكل دوت. ولما اخلص ادوس بالزر الايمن او ادوس انتر او ادوس اسكيب، اقدر ارسم بارتيشن، اقدر ارسم بارتيشن اهوت، اقول له اوكي، ابدا ارسم الحيطه بتاعت البارتيشن بالشكل دوت، تمام. تقدر ترسم بيزمنت وول، تختار برضو مقاس جديد ريفرنس جديد اهو، او تقدر ترسم تعمل اديت للحيطه نفسها، تغير نوعها، تقدر تعمل موف للعناصر بالشكل دوت، تقدر تعمل لنقطة معينة بالشكل دوت، تعمل كوبي اديت زي ما انت عايز. ممكن تقول له انا عايز ارسم فلور، تبدأ ترسم النقط بتاعتك، من هنا لهنا لهنا لهنا، اذا تبقى انت كده عملت الفلور بتاعك. تقدر برضه تحط كولوم زي ما انت عايز، نيو كولوم، تختار المقاس بتاعه، تقول له اكسبت، تبدأ تحط الاندام بتاعتك زي ما انت عايز بالشكل دوت. تبدأ بعد كده تشوف الحاجة بتاعتك على 3D، وتقدر تقول له أنا عايزها أشوفها أو مشوفهاش زي ما أنت عايز. ده تقول له أنا عايز أشوف الجراوند اللي هي الدور اللي حوالين المبنى، إن البروجكت لو أنت عايز تخفي دور معين. الباك جراوند كولر تقدر تختار اللون اللي انت عايزه.